المدير الفني لطبعا فريق ابو قير الاسمده الكابتن الكبير احمد الكاس. مساء الخير يا كاسو. كابتن حبيبي منور الدنيا حبيبي. حبيبي منورنا في البيت الكبير، وعايز اقول لك يعني كان مبروك، بس مبروك على الاداء، مبروك على الشكل الرائع اللي ظهرت بيه امام النادي الاهلي. واحمد الكاس طبعا خبرات كبيره جدا جدا كلاعب، يعني من طراز فريد، وكمان على مستوى طبعا التدريب يعني حدث ولا حرج، وده ظهر امبارح امام النادي الاهلي. منورنا كاس كابتن هاني، واولا طبعا برحب بيك، ومش عارف مع كابتن جمال مساعد معاك تقريبا. كابتن جمال مساعد معانا. طبعا برحب بيك، وطبعا انا سعيد جدا موجود معاك يا كابتن هاني، وبرضك في قناه النادي الاهلي، عشان حتى نقول للناس ان الامور كلها جميله، سواء هنا او هنا او هنا، وانت عارف قد ايه العلاقه كانت بيننا وبعضينا. اولا طبعا بقول للنادي الاهلي مبروك طبعا على الفوز. اولا كون ان فريق ابو قير الاسمده يعني يلاقي فرقه زي فريق النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي فريق كبير، فريق بطل الدوري وبطل افريقيا وبطل العرب، فريق كبير جدا واسم كبير جدا وتاريخ كبير جدا، سواء في كاداره او جمهور او الكلام ده كله معروف لدى الناس كلها. كون ان انت تلعب قصاد النادي الاهلي فده شرف لابو الاسمده. الحمد لله رب العالمين، كان هدفنا ان احنا نعمل اداء مشرف. اذا كانت النتيجه هتبقى كويسه كان الحمد لله، لكن حتى لو كده فانت بتقول الحمد لله، لان احنا ادينا مباراه مش مع فريق سهل، فريق محترم. صحيح. فريق كبير واسم كبير، وكون انك انت تلعب مع النادي الاهلي زي ما قلت لك كان شيء صعب قوي، عشان تحافظ كمان اللعيبه انك انت تلعب ازاي وتظهر بمظهر مشرف وتخرج بالنتيجه دي، اعتقد ده شيء يعني اسعدنا يعني. لا، وانا بأيدك لان ظهرت بشكل اكتر من رائع كاس بصراحه، وفي اوقات يمكن كان يعني حتى احراز الهدف، وكنتوا قريبين لاحراز التعادل، لكن دايما مباراه الكاس بتبقى فيها مفاجآت. لكن خلينا نتكلم على يعني جزء خاص بقى بمباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك، وانت من اللعيبه الكبار جدا على مستوى الدولي، لعبت منتخب مصر وكاس العالم، لعيبه ممتازه، ولعبت في نادي الزمالك. عايزين ناخد رؤيتك ان شاء الله مش لمباراه الاهلي والزمالك من الناحيه الفنيه، لكن نبذ التعصب، ازاي نوصل لمباراه الاهلي والزمالك يوم 27 عشان مصر هي تكون الكسبانه، ان تظهر مصر بصوره رائعه، وكمان مباراه تليق باسم كيان كبير زي النادي الاهلي وكيان كبير زي نادي الزمالك. بص يا كابتن هاني، وانت عارف كويس قوي قد ايه العلاقه اللي كانت بيننا وبعضنا سواء في المنتخب. صحيح. حتى على صعيد المحل ان احنا في الانديه والكلام ده كله، احنا كلاعيبه مع بعضنا صحاب واخوات بره الملعب وجوه الملعب، انما جوه الملعب ممكن كل واحد بيدافع عن فرقته وعن اسمه، بنقول بندافع في منافسه، في منافسه وليست معركه. انا دايما بقول الكلمه ديت وقلتها اكتر من مره، ان احنا في منافسه ما بين الاهلي والزمالك وليست معركه بين الاهلي والزمالك. صحيح. وده يعني اللفظ ده مهم قوي، لان معظم الناس بتدخل المباراه ان هي معركه زي ده احنا مصريين وفي نفس الوقت احنا اخوات واصحاب وبنتقابل مع بره ونخرج مع بعض بره. مظبوط. دي علاقه طيبه ومستمره حتى وقتنا هذا. صحيح. ووجودي النهارده في قناه نادي الاهلي ده اكبر دليل ان احنا لازم نشيل حته تفكير مش لا التعصب بين الاهلي والزمالك، لا التعصب في اي شيء، مش مع الاهلي، مع الزمالك، مع الاسماعيلي، مع المحله، مع اي فرقه، مش عشان ماتش الاهلي والزمالك، لا. كان احنا بنقول ان في الاول والاخر مباراه ما بين ومنافسه ما بين الاهلي والزمالك على حصاد الدوري. نادي الاهلي والزمالك احد قطبي الكره المصريه، ونقوله مثلا ايه من الفرق الكبيره على افريقيا وعلى المستوى العربي على الشرق الاوسط. مزبوط. لازم في مباراه لازم تليق باسم النادي الاهلي ونادي الزمالك، موضوع مش سهل، موضوع كبير جدا، حتى نموذج مشرف للناس كلها. انما احنا مش عايزين ندخل بقى في حته بقى ايه، انا نفسي نادي الزمالك ياخد البطوله، كابتن هاني نفسه نادي الاهلي ياخد البطوله، ده شيء مزبوط. جميل ورائع، الانتماء وانك انت تبقى منتمي للاهلي او الزمالك ده شيء جميل جدا ورائع. وحلم ما ندخلش بره النقطه، حلم مشروع، حلم مشروع لكلا الطرفين يا كابتن احمد. كابتن طبعا. احمد انا عايز اتكلم عن شكل ابو قير اللي اتغير تحت قيادتك، وبتستعد للموسم اللي جاي خلاص، واحنا يعني على ابواب الموسم الجديد، يعني كلها كم يوم ينطلق. كابتن احمد الكاس بيستعد للموسم الجديد ازاي؟ والله يمكن الاستعداد كان قوي او شويه او شارف يعني افضل استعداد في مجموعتك يعني، وده انجاز في حد ذاته.
حتى يعني كنت عدم المعاطي رئيس مجلس رئيس النادي العضو المنتخب. انا جيت عند السؤال ده والصوت قطع ما شاء الله، يعني لو حضرتك بقى تقف في حته فيها سيجنال يبقى كويس والله كده. لا ده يقطع واكتر اكتر بزياده مش عارف. طب انا طب اتفضل اتفضل كده اتكلم كده سامعني ولا اتفضل يا كابتن اتفضل. طيب فانا بقول لحضرتك يعني البدايه كانت صعبه قوي والفرق يعني مع النادي الاهلي ودي كانت بدايه صعبه قوي. وبعدين احنا يمكن اجتمع بينا رئيس مجلس اداره النادي ورئيس الشركه والعضو المنتخب الباشمهندس عادل معاطي مع مجلس اداره النادي وقال لنا احنا عايزين نظهر مظهر مشرف قدام النادي الاهلي ونلعب مباراه كويسه بغض النظر عن النتيجه مين يكسب مين يخسر، احنا بنلعب قصاد قيمه كبيره جدا في مصر ومعاطي وعايزين نظهر مظهر مشرف. والحمد لله كنا احنا عملنا مباراه كويسه وبدانا فده بدايه اعداد كانت بدايه اعداد صعب شويه يمكن احنا 4 ايام عن المباراه في الدوري يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله وتكون بدايه وتكون من المباراه اللي عملناها بشكل مشرف قصاد النادي الاهلي. وخاصة يا كاسو ان على المستوى المكسب المعنوي كمان بالنسبة للعيبة، يعني انت تقدر تقول للعيبة انه قادرين تظهروا بشكل اكتر من رائع، واللي عملتوه يمكن المباراة الجيدة جدا اللي عملتوها قدام النادي الاهلي تكون دافع كمان للولاد ان انتوا تحققوا ان شاء الله السنة اللي جاية الصعود للدوري الممتاز، لان السنة اللي فاتت بصراحة برضو يعني الفرقة ما كانتش بعيدة، يعني لغاية الاسابيع الاخيرة كنتوا قريبين للصعود للدوري الممتاز، فدي كمان خطوة انك بتحفز الولاد ان كلها قادرين تعملوا كرة حلوة قادرين تقدموا كرة حلوة وبالتالي النتائج تتحسن ان شاء الله السنة اللي جاية وتبقوا موجودين في الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله. هو طبعا الاهلي خلت بقيت حس اللعيبة انك انت في مصدر الاعلام من هنا تحسن، ويمكن قلت لهم ده كان قبل كده كان طموح او حلم، دلوقتي بقى المفروض انك انت بقى هدف بالنسبه لك انك انت تسعى انك انت تلعب تطلع في الدوري الممتاز تبقى موجود بين انديه الدوري الممتاز. الدوري الممتاز امر سهل جدا، الدوري الممتاز صعب قوي انك انت بتلعب المركز واحد. اكيد المباريات تحت صعبه جدا، وكابتن جمال كمان معانا اكيد بيأيدنا ان المباريات الممتاز بيه بتبقى اصعب كتير جدا جدا من الممتاز. وبعدين صعب قوي نادي التحديديات لان مش عايز ان انا اقف عندها انما ممكن دي بتبقى بالنسبه لي ان شاء الله. احنا بنتمنى لك التوفيق يا كابتن احمد كاسو، انت مشرفنا كلاعب ومشرفنا ان شاء الله باذن الله كارير تدريبي على اعلى مستوى، وان شاء الله باذن الله يعني تحقق حلم لعيبتك وحلمك انت ان شاء الله السنه الجايه تكون موجود في الممتاز ونكسب مدرب واعد زي كابتن احمد الكاس. كابتن احمد شكرا ليك. شكرا ليك شكرا جزيلا.